ما لاحظته اليوم في خطاب الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله، أبرز ما لاحظته في هذا الخطاب؟ نعم، الرد. قال ستسمع، قال يعني ستلمسون الرد وليس تسمعون الرد. هذا حقيقة هاي الكلمة صعبة جدا، وهو قالها في ما الفرق بين ملامسة الحدث وبين سماع الحدث؟ سماع الحدث من الممكن أن يعني على سبيل المثال نقرب الصورة، سمعنا دوي انفجار هذا، أما حقيقة ملامسة الحدث ستكون إسرائيل حقيقة والأهداف الإسرائيلية في متناول يد المجاهدين في لبنان. نعم، هذا ما يقصده حسن. هذا ما يقصده. طيب، هنالك المحيط العربي والمحيط للكيان الصهيوني لا يريد أن تكون الحرب مفتوحة على مصراعيها. أكو محاولات سياسية اليوم لإيقاف هذه الحرب؟ نعم، هنالك تحرك لا سيما في الجانب حقيقة في جانب وقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب الفلسطيني حتى ينتهي هذا الموضوع. نعم، هنالك تحرك قطري ومصري أيضا وتحرك إماراتي أيضا. الجانب الأمريكي يعني يحاول تجنب هذه الحرب إلى أن يصل فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي من الممكن أن نشهد صفقة خلال الأيام المقبلة، ولكن نحتاج إلى أنا من وجهة نظري أن نكون على حقا على قدر كبير من الردع أو الاستعداد للردع مثل ما قال السيد حسن نصر الله، حتى حقيقة حتى تستطيع أن تتفاوض من موقع قوة فتحصل على نتائج دبلوماسية إيجابية.